النهارده ايه اللي حصل؟ انا النهارده يعني هوت من الساعه حوالي 8:30 الصبح وجيت ومعايا موبايلي اللي انا دايما بصور بيه وبنزل على اليوتيوب اي احداث بصورها بمنتهى الحياد من هنا او من هنا. وحوالي الساعه 10 اول ما يعني بعد ما انتهى تقريبا ضرب الطوب راح جاي اتنين محترمين جدا من البهوات اللي ماشيين معانا ورانا راح جاي خاطف موبايلي واحد وسلمه للتاني وراحوا دارقينه على الارض كسروه بالمنظر اللي انت شايفه دوت. في اللحظه دي تدخل ملازم اول امن مركزي ربنا يبارك له يعني هو والعساكر بتاعته قبضوا على الاثنين دولت والعساكر جابوا الموبايل على الارض طبعا متدشدش والميموري كارت بتاعه. يعني دول منين يعني؟ من مؤيدي من مؤيدي المخلوع اللي هم دول اللي القاتل مبارك اللي هم فرحانين بنفسهم واللي هم يعني مالوا الدنيا صياح وان احنا اتفاجئنا الساعه 8:30 الصبح ان احنا جايين. يمكن في ناس قبل كده المفروض ان المحاكمه ديت محاكمه للشعب محاكمه لثوار التحرير مش نيجي نلاقيهم هم اللي تحت الشاشه ومعلقين يوفاتهم واحنا اللي نقف ورا. النتيجه طبعا مع الاستفزاز اللي انت عمال بتصوره دلوقتي والاهانات اللي هم عمالين بيقولوها بدا ضرب طوب من الجنبين لكن الحمد لله ثوار التحرير قدروا ينظفوا شاشه التلفزيون من الانجاس والاوساخ اللي عفوا على اللفظ يعني اللي هم اللي ورا دولت. بس كانت النتيجه ان انا ضاع ميموري كنت مسجل عليه لقطات الله اعلم يعني ربنا يعوضني طبعا عنها. وطبعا هم من الصبح هم في الهرطقه اللي هم عمالين بيقولوها ولا كانهم مثلا يعني شافوا في يوم من الايام الدم اللي سال في كل ارض مصر. والله اعلم يعني انا بتهيالي والله يعني والله اعلم يعني ده ظني انا ان لو كانت يعني حتى لو عيالهم ماتوا ما كان هيون عليهم برضو ده يعني ما اعتقدش حتى يعني مش ممكن دول يكونوا بشر او مش دي ممكن تكون واحده ممكن يكون بتتحرك فيها الامومه يعني. وحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا وليد شكرا. المحكمه في حكمها الذي اخطرته 25 يوليو لأنه لا يرضى